السلام عليكم، عسلام، مرحبا بكم الناس الكل في فلوج جديد. اليوم الفلوج متاعنا قرر باش نهز لوفربورد. نورمالمون الناس الكل تعرفوا شنو هي لوفربورد، باش نوريها لكم. باهي، قبل ما نبداو الفلوج متاعنا، اول حاجه اذا كان ماكش ابوني على الانستغرام متاعي امشي اعمل ابوني. حاجه ثانيه، اذا كان ماكش ابوني على شين يوتيوب اعمل ابوني. نحبكم تفتقوها لايك الفيديو هذه باش تكون فيديو جاي احسن، والناس الكل تنجم تعطوني رايكم. اذا كان تحبونا نعملوا فيديو خاص نعطيكم انا زوز اسئله نتاع زوز فيديوهات وانتم تختاروا على الانستغرام. خليكم الانستغرام هذايا كيما تراو تويكيا. كيما تشوفوا هذه هي لوفربورغ، ديجا ريتوني فيها في فيديو نتاع البيسين اذا كان فرجتوا فيها. اذا كان ما تفرجتوش فيها واو تراو المقاطع نتاعو صديم. نورمالمون تويكيا كمل الدوش باش نمشيو نهزوا وين هاو كيما تشوف. هاي برا صديم نمشيو نلعبوا خويا سكي نرجلينا. نجم نلبس شرطيه؟ نجم تلبس. باهي ها البس. A few moments later. كما تراو صديم كمل بس شرطيه امور مريقله. حاضر، تشالنج كبير اليوم انا صديم، يا انا يا هو. عندي فكره سمحه صديم. أيوة. والله العظيم كان تخسر تعدي ليله كامله في جبل الفوق، نهزك عندي جبل تعدي نهار كامل فيه، واذا كان خسرت انا يا هو اللي نعدي نهار الكامل. شنو رايكم انتوما؟ ها مش نهار كامل، ليله انا كامل خاطر نخدم. كما تراو لنا تشوف لازمك تحط ساقيك الزوز، لازم تكون عندك ليكيليبر باش تنجم تمشي بها. وكصديم هكا وراي ذكي ماشي معايا قاعد يتخبى. ماشي معايا باش نجربوا انا وياه نلعبوا باهي توكي باش نقصدوا ربي، خاطر بعيده شويه لازمنا نمشوا على الكهرباء. ومعنا زاد نسيم تعرفوه قاعد يصور فيا هكا بستابليزاتور. يحشم راهو نسيم يحب يظهر ياسر كما تراو. مش يظهر. وصلنا للبلاصه هذه كيما تراو لنا يلعبوا بالسكيت هنا كي تقام يمشيوا عليها. انا ما نعرفش نمشي عليها جمله عمري ما جربتها، اما جبنا لوفربورغ كيما تراو كصديم قاعد يحوس عليها. اللي باش نعملوه توكي باش نجربوا كيما تراو لنا باش نجربوا نطلعوا عليهم. هي اصعب واحده مش نورمال هي هذه، شوفوا معايا لنا امبوسيبل تنجم تطلع. شوفوا انا على رجليا هكايا ما نجمش نطلع. بالرسمي صعيبة برشا، خاصة أظنها نورمالمون سهلين مش نجم نطلعوهم، أما باش نجرب نعمل تحدي أنا وصديم. هو تراه صديم ابدأ أنت، تراه جرب تنجمش تطلع الشيء هذية على رجليا. ليه بحال هذيك هاي بر كان ريت روحك باش تطيح ما يسالش طيح. شفيك تخمم هيا شيك تخمم شو صديق تراح نجرب هنا تراح نجرب هنا تراح رد بالك على الميكانيك عاد رد بالك ساعتي الصديم توكي يصورني باش نجرب نسوق لوفربورغ كيما تراو. خلينا نركحوها ساعة اوب سافا هكا هكا نجمت نحط رجلي عليها اموري مريقله. قبل ما نمدلو ساعه قررت خلينا نعمل دوره ساعه كيما قلنا واحد يسرح رجليه شويه كيما تراو. حلوه برشا اما صعيب شويه تراه. نجربو ديجا نبداو بالساهل خاطر هذيا كيما تراو نجرب نطلعها كان نجمت نطلعها. اوب امبوسيبل امبوسيبل تنجم تطلع صعيبه هذه جربت قبيله حبيت نطلعها وفي داي الكاميرا ما نجمتش نطلعها باش نجرب. قعدت لي في مخي من قبيله وانا نعمل نحب نجرب باش نعطي توكي الكاميرا شددها صديق.
فيديوهات قبل وكل شيء، والسهلة يهبط يطلع حكاية سهلة، هو كيفاش يعمل والله يعطيه الصح. الحاجة الزادة جديدة واللي عمري ما ريت أنا منها أنه الكاميرا مان متاعي تبقى يصور فيه، تبقى شي التليفون هك يعمل في الفيسبوك هوا نعملوا دورة توكي في البارك لنا كيما تراو، نعمل شوية سبور. شو تعمل أمين؟ سبور. نجربوا في ستابيليزاتور مازلنا وين خذيناه كما تراو، ديجا عملته في الانبوكسينغ التيست هذايا، شوفوا كيفاش نجم لنا ندور فوق اللوطه، حاجه مزيانه برشا عجبتني برشا، ديجا خدمت بيه هنا قبل مش نتاعي. اللي باش نعملوه توكيه الكل كي راهو ننصح الناس الكل بسات ما يعملوش خطر مخطر، راهي ما تكونش مسؤوليتي معناتها باش تتبعني ولا حاجه باش تعمل حاجه كيفي، نحب نقول للناس الكل بسات يكون ضميري انا مرتاح، ديجا الناس الكل راني ما نكونش مسؤول متى انسان يحب يعمل حاجه ذي راهي مخطره، احنا قاعدين نجربوا في حاجات نجموا نطيحوا وكل شيء احنا نتحملوا مسؤوليتنا، ما نحبوش العباد تبعنا في حاجه كيما هكا مخطره. تو الحاجه الاولى اللي باش نعملوها باش نعمل تحدي انا وصديم كيما تراو غادي كي خطره هذيك اسهل وحده، باش نبداو بحاجه سهله باش نجرب نطلع انا تو كيما تراو قاعد نمشي على لوفر بورد، اول حاجه باش نعملها هي اني باش نطلع فمي كي كان جمت نطلع ضيايا باش نجرب، عمري ما جربت انا الحكايه هذه، ان شاء الله ننجح فيها ان شاء الله ما نطيحش زاده ترصات لي متفتف. باهي تو كي نسمي بسم الله ونبدا. هذه الدخله مازلت وين بدينا وستر الله هذا مازلت نمشي حبيت نجري برشا ديجا طاح باش نجرب توكي ربي تستر. اي راهو صديم ما قلت لكمش اللي هو راهو اكثر انسان ياخذ بالعين صديم راهو اذا كان تقول له تحدي شبه مش نجربه شيء يخوف جاتني معش في شارج امبوسيبل باش نص امبوسيبل باش نجم نعمل حاجه والله خطيره برشا خطيره خطيره بالكدي بالكدي صدقوني صعيبه مش نورمال خاطر لازم ديجا تعمل الكيليبر نتاعك انت وبعد الكيليبر يسوي باش نجرب مرة أخرى توكية فماش حتى حل وللأسف راهو الحاجة اللي يلزمكم تفهموها أنها ولات توكية تنقص كما تراو أظهر كنت تسمعوا هكايا ولات تنقص معناتها ماش فما شارج برا صديم جرب هيا قبل ما يوفى التحدي نتاعنا أو نعملوا حاجة امبوسيبل صديم راهي صعيبة أظهر كيفني بالضبط هي هاك ماشي باش تطلع هكا شوفوا هذه هي اكثر واكثرين معناتها صعيبه صعيبه على الاخر ترى صديم طلعها وجرب اهبط منها هاي صديم كما تراو صديم توكي طلع فوق باش يجرب يهبط يا ستار الله يا ستار ربي باهي نرجع لكم بعد 2000 عام 2000 years later بس تنجم يا اوب
ليه عاد؟ ليه صديم؟ اه ايه باش نعاودو نجربو تو كي باش يهبط منها صديم. ليه صعيبة صديم؟ لوح علينا لوح. لو حالينا اخويا مخترة برشا اللي قدر الله هذه الواحد كان يطيح تصير له حاجه ولا عاد تنفع لايك لا عاد تنفع حتى شيء. والله العظيم اللي قدر واحد يطيح من فمك هكا مازال يجرب كما ترى ربي يستر. وانا توكي خرج من مسؤوليتي صدام راهو نقولها لك ديريكت راك خرجت من مسؤوليتي كان تطيح ولا حاجه ما عادش في مسؤوليتي انا. هكا وي نجم نهبطها ازر كيفاش تنجم باش تهبطها ديجا تزلق هي ماهيش ظاهره العجله هذيا صدام باش يهبطها شوف صدام كيفاش حاب يهبطها. ليه عاد صدام صدام رد بالك راهي تحت من الشارج كيما تسمع قالت نقز راهو ناهي مره باش تقص عليك جمله معناتها باش تفقد ليكيليبر راهي.